اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده بنهديها لاطفالنا الحلوين، وخاصه اللي يقول لك انا مش بحب السمك يا ماما، عايز جمبري مقلي. هو اتعود كده، الجمبري مش من فصيله الاسماك. احنا عايزين نعلم ولادنا ان كل حاجه بتطلع من الميه والسي فود والفوسفور دي حاجات لطيفه وجميله وغنيه باوميجا 3. نقول له يا ابني لما تاكل سمك يعني هتبقى ذاكرتك قويه، مش هتنسى، هتحفظ كويس، هتبقى طه حسين كده في عز ريان شبابه. الحاجات اللطيفه دي تبقى موجوده في ولادنا عشان نشجعهم وندعمهم ان هم ياكلوا السمك. النهارده هنعمل السي فود للي بيحبوه الاولاد. هنعمل الجمبري المقلي النهارده الكريسبي، نقدمه مع مايونيز او كاتشب حسب ولادنا ما بيحبوا. البعض بيحب ياكله بالطحينه. معانا النهارده شويه مكرونه بالجمبري جامدين جدا. ايه التركايه وايه الخبره الطهويه اللي تخلي المكرونه واخده طعم الجمبري والجمبري واخد طعم الكريمه؟ الحاجات اللطيفه دي. معانا المفاجاه النهارده برجر بالسي فود. هنعمل قرص من البرجر كده في كل محتويات السي فود بتاعه البحر، كابوريا مخليه على فليه على سمك على جمبري على كاليماري، كل ده مع بعضه مع الخبره الطهويه اللي هي الصويا البودر، ونشوف ازاي نقدر ان احنا نشوي ونقدمهم في خبزه كبيره من اللي موجوده معانا. نحط معاه كاتشب بقى، بصل خاص المعتاد، ممكن نحط بطاطس مقليه حسب الرغبه. عايز اقول لحضراتكم الحلقه النهارده غنيه فوسفوريه وكمان غنيه خبره طهويه، وخاصه لاطفالنا الحلوين علشان يحبوا السمك، بما ان احنا في ايام الامتحانات وفي مذاكره وفي مسؤوليه على كل ام عظيمه بتتابعنا وبتشوفنا دلوقتي عايزه ابنها يطلع الاول وهو المتفوق على المدرسه او على العام الدراسي، فهي بتلعب دور مهم جدا، وانا سند ليكي في المطبخ اعمل لاولادك الاكلات اللي هم بيحبوها. نستاذنك يا استاذه رحاب، مقادير البرجر بالسي فود، المقادير على الشاشه. برجر بالسي فود، المقادير بتقول ايه؟ غششيني. تشكيله من السي فود انت وجيبك. جمبري على سبيت على كاليماري على فليه على كابوريا مخليه مش هتقول لا. ومعانا صويا بودر وملح وفلفل وزعتر ومسترده واكبر خبز برجر عند الراجل الخباز او عند البيكر اللي موجود. ومعانا خس بلدي او خس كابوتشا وطماطم خيار مخلل بطاطس مقليه جبنه وتوم. هنبدا اول حاجه بايه يا عم الشيف؟ هنهرس السي فود بتاعنا ده كده. الاول نشيك على الخلاط ده كده. ايه الاخبار؟ ابن حلال. بس خلاص. شيل ده كده. وناخد السي فود بتاعنا ده كده. كاليماري مع الجمبري. وما نحطش كتير عشان الخلاط ما يقفش معانا ويحرجنا على الهواء. نشغل الخلاط ده كده. اللهم صل على النبي. بعتذر معلش لصوت الخلاط، انا اسف، انا بس حبيت وقفت، بس انا مزيكا تمام مش الصوت اللي سامعه ده. زي الفل. انا حطيت الصويا البودر مع الثوم والبصل مع قلب السي فود وبشغل الكبه، بس سامحوني معلش عشان الكبه تهرس كل ده مع بعض، وبعد ما اخلص اضافات هتشوف احنا بنعمل ايه.
بعضه يا عم الشيف. حلو، هنشيل ده كله كده. وليه تجيبها من بره؟ حته لحمه من عند الجزار، ووصيه يقول له عايزه حته من الدوش تتفرم معاها كده. الدوش ده الدهون اللي ما بتسحش على النار. حلو، وتبليها ببصله ناعمه، فص ثوم حلو، او ميه بصل كده. خلي بالك السكينه بتاعه الخلاط ما تروحش على الخلاط، ممكن تعوري ايدك، ممكن تسيبيها مع الاطباق تنسيها تحصل مشاكل. حاضر، مقادير الكفته، شويه البصل مع حته اللحمه الطازه اللي زي الفل، كل دول مع بعضيهم. وبعدين يا عم الشيف نحطها في الثلاجه شويه علشان تمسك نفسها وتتشمع، ونسيخها على سيخ، اسياخ خشبيه او اسياخ من الحديد الاستانلس يفضل، عشان ما يبقاش فيه صدى، بتمسح السيخ ده طبعا بزيت. مقادير ايه يا استاذ احمد؟ طيب، سندوتش البرجر على الشاشه. تاني شفناهم مع بعض، الخلطه دي زي ما شفنا مع بعض كده. حلو، ونحط شويه البقدونس الحلوين، ونحط معلقه مستردة كده صغيره في الخلطه دي كده. البهارات بتاعتنا يا عم الشيف عباره عن ملح وفلفل، بابريكا، شويه كمون حلوين كده مش هيقول لا، شويه زعتر، فلفل اسود، كل ده على الخلطه. واولادك عامل ايه يا ماما النهارده؟ عامله برجر بالسي فود، فاجئيهم يعني. حط الملح بتاعنا، فلفل اسود، ونعجن العجينه دي كلها مع بعضيها. وخليكي زي كده شاطره، تعملي ايه؟ ما تحطيش البهارات في قلب الخلاط وانت بتقلبي الخلاط زي ما كان من شويه. ليه يا عم الشيف؟ عشان تتحكمي فيها وتشوفيها قدام عينك. والتوابل دي ما تمسكش في جدار الخلاط. المعلومات اللي بقولها دي صدقوني والله العظيم بتكلم من القلب. تاني، الخلاط ده معايا اهو. لو انت حطيت بهارات في قلب الخلاط وانا شغال من شويه مع حبوب الصويا، البهارات دي جزء منها هيمسك في جدار الخلاط زي ما انت شايفه دلوقتي. فيفضل وضع التوابل اللي انت حباها والمعلومه الغير المعلومه لفريق السوشيال ميديا حبايبنا اللي بيتابعوا الصفحه. اضافه التوابل بعد طحنها في الخلاط يفضل ان احنا نستفيد بها كلها بالشكل ده كده. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنقلب الخلطه دي كلها مع بعضيها. وهنجيب جريلا نسخنها دلوقتي على النار تسخن جامد، وبعدين نشوي القرص ده الكبير ده على قد الخبزه بتاعتنا. احنا معانا خبزه كبيره هنقطعها نصين دلوقتي، ونفلش لها بقى خس كابوتشا، طماطم شرايح، خيار مخلل، بطاطس مقليه، كاتشب، عايزه جبنه حط زي ما انت عايزه. زي الفل يا عم الشيف. عايزه تعملي الخلطه دي وتخزنها في التلاجة عشان مش كل يوم تعمليها، قطعيها وحطيها في الديب فريزر، بس يكون الديب فريزر درجه تبريده عاليه جدا علشان تمسك بسرعه وما تنزلش ميه. لما تيجي تخزني سي فود او حاجه زي اللي انا عاملها الكفته دي او البرجر ده كده، لازم تكون درجه التبريد بتاعه الفريزر جامده جدا. مهم جدا المعلومه دي. اخدت البرجر بتاعنا، عملت واحد كبير وواحد صغير. الكبيره دي طبعا ليا انا، والصغيره دي للمخرج. ومعانا الجمبري بتاعنا اللحم زي الفل طبعا، اللي بيتعب زي اللي ما بيتعبش ينفع يعني. ناخد البرجر بتاعنا نسقطه على الجريلا علشان نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. ان شاء الله ماشيه زي الفل. اخبار الجريلا ايه؟ الله، واحنا خلصنا يا فندم. خبر سيء، احنا 6 دقايق على الختام. مش قلت لحضراتكم؟ هو ده. ناخد الجمبري. بس حلو الكلام. جيب الصوره اللي انت حاببها بقى، معاك برجر بالسي فود ومعاك جمبري اللي تحبه هاته. ناخد الخبزه بتاعتنا الحلوه دي كده، ومعانا سيرفيس حلو محترم كده فرحان بيه. اللهم صل على النبي. ونجيب سكينه مشرشره، تقطيع الخبز، تقطيع التوست، تقطيع العيش لعمل السندوتشات يفضل تقطيعه بسكينه منشار. لا اله الا الله. حلوه، تمام. نقطع طبقه كمان، عايز انا طبقه كمان
عشان اعمل ما بين كل طبقه وطبقه كده خضار، لان اللقمه معايا عاليه. اوعى تعوري ايدك بالسكينه وانت بتقطعي. زي الفل اهي، خليها كده. وهنعمل مع بعض دلوقتي سندوتش برجر كبير جدا. شيل ده كده، والنظافه يا عم الشيف اول باول. وانا شغال اللقمه عليها سمسم وعليها بذور القرع العسلي، وناخد الخس الكابوتشا بتاعنا ومعانا بطاطس مقليه، نعمل اكبر سندوتش برجر بالسي فود. لاحظين النظافه كده اول باول؟ تمام. اللهم صل على النبي. الخس فين؟ خس كابوتشا. نعم حاضر يا فندم. سلطه الكولسلو كروب بتقطع شرايح صغيره، بيتحط له جزر، بيتحط له زبادي او مايونيز او كاتش او حليب حسب الرغبه يعني، ولكن يفضل المايونيز. حلو. وبعدين بنقلبها كويس، ويا ريت تحط معلقه سكر حلوه كده تبقى لطيفه. دي بطاطس مقليه، وهنعملها للاطفال الحلوين ان شاء الله يا فندم، عشان الاطفال الحلوين بيحبوا الكولسلو، لانه طبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا، الياف حلوه للمعده، مشاكل الامساك بتنتهي عند سلطه الكولسلو، قيمه غذائيه، المناعه بتنتهي عند سلطه الكولسلو. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ برص سندوتش حلو كده وانا واقف، انا ورايا حاجه. حط خس. حاضر يا فندم. ونقلب البرجر. ابن حلال. الله الله الله. حلو. حط عليه شويه زيت. عينيا. حاضر. شيل البرجر يا ابني من قلب الزيت. حاضر يا فندم. اهو يا ويلي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ وقال لك الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. معانا قطعتين من البرجر. الله. على فين؟ اهي 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 بالحجم ده كده اهو. الله الله. اهو ناخد الجزء التاني ده كده، الخبزه دي تاني كده اهو. احطها ولا اخليها؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زيد. اهو ونحط خس. ممكن نحط كاتشب او مايونيز، بس انا مش برجح ده. خلي الكاتشب والمايونيز والصلصات دي كده للي حابب يعني. حلو. ناخد الصغيره الحلوه دي كده يا ويلي على الوش كده، تتصورني معاه. حلو. معانا الخبزه بتاعتنا الحلوه دي كده، في مسترد هنا. في مسترد. شيل ده من كده من النار. انت جيب الصوره اللي انت حبيبها، انت عندك صور حلوه النهارده. شايف المسترد دي كده اهي؟ اهي الخبزه دي كده. في ناس بتحب السويت اند ساور مع السي فود، مفيش مشكله. اللي هي الصلصه الحامضه دي بيبقى فيها طبعا عسل، وفيها شويه سبايسي، وفيها مستردة برضو. دي اللقمه بتاعتنا زي الفل. ايه اللي انت حطيته؟ نعم يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر. سنه شبت صغيره، التركيه دي مهمه جدا. شفت انا عملت ايه؟ حطيت مستردة وحطيت سنه شبت، واحط اللقمه دي كده. حلو. باين جمالها كده. مطبخنا النهارده فوسفوري. الصوره الحلوه بتتحدث عن نفسها. خبره طهويه. عملنا البرجر بالسي فود، عملنا جمبري مقلي كريسب بنقدمه مع مايونيز او كاتشب حسب الرغبه. معانا ده، ادي المايونيز جنب السي فود بتاعنا. وعملنا مكرونه بالجمبري لطيفه وجميله لاولادنا واطفالنا الحلوين اللي مش بيحبوا السمك، معاها بطاطس مقليه. ودي زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنجيب رجلهم على السفره علشان ان هم يحبوا السي فود. رؤية، فن، ابداع، سند ليكي في المطبخ مع اولادك. ربنا يكرمهم ويوفقهم يا رب، للي بيمتحن واللي ذاكر واللي منتظر النتيجه من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. الكلام ده منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.